تانية. ليه فينالدو مع منتخب هولندا بيبقى كريستيانو رونالدو وفينالدو مع ليفربول بيبقى صانع ألعاب تقليدي للغاية؟ علشان فينالدوم مع منتخب هولندا بيبقى واخد تعليماته في الملعب ان هو يتقدم ويخش منطقة الجزاء يبقى مهاجم تالت جنب رايان بابل وجنب ممفيس ديباي. انما انت لو انما انت مع ليفربول موجود اوريدي الثلاثي الامامي اللي هو محمد صلاح روبرتو فيرمينو وساديو ماني. ففينالدوم بيبقى مهمته ان هو يبقى في وسط الملعب وينقل الكرة من ورا لقدام. هل بقى فينالدوم المخ النظيف ان هو يقدر يعمل كده؟ لا، ولا هو ولا اي واحد في خط وسط ليفربول اللعيب اللي هو ايه الكرييتور اللي هو يقدر ان هو يعمل لعبه مبتكره. كلهم مؤديين. ليه فينالدوم ما لعبش مكان صلاح؟ لا، ما هو برده نفس الفكره، كان هيبقى زيه زي ديفوك اوريجي. ما هو يعني مش هو كانت محتاجه اما شاكيري يا اما اضعف الايمان كان يبقى تشامبرلين هو اللي هيقدر يجري. احنا بنتكلم دلوقتي في غياب شاكيري، خلاص شاكيري مصاب يبقى تشامبرلين. هو تشامبرلين هو الوحيد اللي حقيقي مش هيبقى احسن حاجه. هو تشامبرلين دلوقتي لياقته البدنيه تسمح ان هو يلعب 90 دقيقه؟ ما هو انت مش انت محطوط في ظرف انت مش بتختاره. ما هو بس برضو انت لازم تخاف على لعيبه من الاصابه. بس هو خلاص هو رجع بقاله فتره. اولا تشامبرلين بيلعب من نهايه الموسم اللي فات، فهو عامل فتره اعداد بشكل جيد جدا. احنا ما جربناهوش يلعب 90 دقيقه باداء بمستوى ثابت لكن مفترض ان هو واخد نفس الحصص التدريبيه زي بقيه اللاعبين. ولكن تشامبرلين مش الحل الامثل، بس اعتقد ان هو كان هيبقى افضل حل في حدود المتاح حاليا في غياب صلاح وغياب شاكيري. كان تشامبرلين هو الحل المناسب، يا اما بقى ان انت تغير طريقتك تماما بدل ما تلعب 4-3-3، وساعتها كان مش هتبقى برضو احسن حاجه ان انت فجاه تغير طريقه لعبك قدام مانشستر يونايتد في اولد ترافورد. يعني